يطلق على من يقدم معروفا أو عملا جيدا ويلقي بالغدر ونكران الجميل بدل الشكر والجزاء الحسن. وقصة هذا المثل هي سينيمار، هذا مهندس معماري بارع وحاذق. في أحد الأيام كلف من قبل النعمان بن المنذر ليبني له قصرا لا مثيل له، فأبدع في بنائه أيما إبداع، فكان تحفة فنية رائعة. فلما انتهى أتى به النعمان وسأله عن القصر، فقال له إنه بناه بغاية الروعة والإتقان والأمان، حتى أنه قال للملك أن في هذا البناء مكان لحجر واحد إذا أزيل من مكانه تداعى القصر برمته. أجابه الملك: وهل يعرف بذلك أحد غيرك؟ قال: لا. فأمر الملك بقتله، فذهب مضربا للمثل بعمله هذا جزاء سينيمار. هل سمعت بقصة هذا المثل سابقا؟ وهل أعجبتك هذه القصة؟ شاركنا رأيك في قسم التعليقات.